هل تمتلك أجهزة إلكترونية قديمة ولا تعرف ماذا يمكنك أن تفعل بها؟ تبرع بها الآن إلى لابتو، سوف تساعد على جعل العالم أفضل قليلاً. نحن نجلب الملايين من الأجهزة الإلكترونية التي تم التخلص منها إلى الأماكن حيث هناك حاجة ماسة للتعليم. يتم حذف جميع البيانات الخاصة ويتم في المقابل تحميل برامج تعليمية صديقة للأطفال وباللغات المحلية. بعد ذلك يقوم المتطوع بإحضار الجهاز الإلكتروني بطريقة نظيفة وخالية من ثاني أكسيد الكربون إلى الأطفال والمدارس ودور الأيتام ومشاريع اللاجئين. لديك أيضاً القدرة على التتبع عبر الإنترنت من أين تصل وكيف سيتم استخدام تبرعاتك الإلكترونية. هكذا يكون باستطاعة الأطفال واللاجئين استخدام جهازك الإلكتروني للتعلم ولتنمية قدراتهم في مجال التكنولوجيا المعلوماتية. إذا تعطل جهاز الكمبيوتر فسيتم استبداله بجهاز جديد وإرساله لإعادة التدوير. لابتو معاً يمكننا المساعدة.